بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي اليوم، نشارك معكم تقضية ديال الشهر مع ذكر الأثمنة وبعض من النصائح اللي نتمنى أنها تكون مفيدة لكم. بالنسبة للكمية والنوعية كتبقى على حساب أفراد الأسرة وعلى حساب عدد الأفراد، وكذلك على حساب كل واحد وأشنو كيتناول. إذن على بركة الله غادي نبداو. اذا غادي نبداو بالزيت اللي طلعت هاد الايام. عندي هنا 3 لترو ب 51 درهم، ثمن 17 درهم اللترو. انا ما كنستهلكش بزاف زيت المائده، كنحاول انني نقلل منها، كنطيب بزيت العود وكنحاول ما نكترش من الشهيوات، راه مضره للصحه. عندي هنا نص كيلو ديال المحمصه ب 5 دراهم او لا بركوكش، كل واحد شنو كيسميه. صراحه كنت باغي نجيب النجيمات ما لقيتهمش، وخديت المحمصه بحال بحال. عندي هنايا زبده ديال سباتيسوغ دايره بحال اطلس، صراحه اول مره كنجيبها، كنت بغيت بونه وما لقيتهاش وجبت باتيسوغ ب 10 دراهم. عندي هنا نص كيلو ب 10 دراهم، كتحتاج بعض المرات. وعندي هنا كيلو ديال التمر جبته ب 18 درهم. يلاه تسالى ليا، صراحه كنجيب كرتونه ديال 3 كيلو اولا، كنحاول نعطي الوليدات قدر الامكان. جبت غير كيلو بين ما نجيب الكرتونه. عندي هنا هذه الباكيه ديال الملحه ولكن طلعت لي صراحه حرشه، جبتها ب 3 دراهم كبيره، ولكن غادي نحاول ناخذ شي وحده رطبه وغادي نخليها لغسيل ديال الدجاج. وهذه عندي هنايا باكيه ديال الفرما الشرائح ب 16 درهم، كتحتاج بعض المرات لي ساندويتش للوليدات. وعندي هنايا بلبوله البلديه، صراحه هذه خديتها من الطاحونه، هي عندي هنا كيلو تاع البلبوله البلديه وكيلو ديال الدقيق الذره، وكذلك نص كيلو ديال السميد ديال الذره. السميد الذره كندير بها الحريره مره مره، والدقيق ديال الذره بعض المرات كندير بداز مره في الشهر اولا مره في شهرين، وكذلك الحرشه ان شاء الله غادي نحاول نشاركها معكم. البلبوله عفوا ولا الدشيشه البلديه راه معروفه الحريره ديالتها خصوصا هاد الايام ديال البرد. بالنسبه للاسمنه ديال هذوك صراحه ما عرفتهمش لانني كانت الطاحونه عامره وفقط خديتهم هما ودقيق الزرع. دوز ربعه ديال الكوك ب 8 دراهم، هذاك الكوك ماشي الممتاز، ناشف، انا خديته على حساب اللي كيك كنزوق به من الفوق، 8 دراهم الربعه. وعندي هنا كيلو ديال الكاوكاو البلدي صراحه غزال نقي ب 27 درهم الكيلو، وواحد نص كيلو ديال الشكلاط الاسود، مره مره كيحتاج الانسان شي هكا كيكه ولا شي حاجه. صراحه بحال هاد الحويجات ديال الشهيوات كنفضلهم يكونوا عندي في الدار باش ما نعكسش الا بغيت نطيب شي حاجه. عندي هنا نص كيلو ديال الفول ب 5 دراهم، ديجا عندي باقي ليا الجلبانه اليابسه، وعندي شويه ديال الفول انا كنخلطه مع بعضياتهم ولكن كنغلب الفول. عندي هنا هاد الفاني بودر، صراحة كنت سبق لي خديته كان رائع، ولكن هذه اللي خديت لا علاقة، خديت هذيك ب 20 درهم، الملمس ديالها حرش، كي تلقاو الملمس ديالها حرش عرفوا راه كانت عيانة. كذلك عندي حك ديال الزبدة ب 12 درهم، هذه كنحتاجها للرغايف أو للمسمن. وعندي نص كيلو ديال معجون التمر ب 7 درهم، إلى يسر الله وكتاب نقاد شي شهيوة بها. المهم هي كاينة في الثلاجة، وقتاش ما احتاجيتها هنا غادي نلقاها. كذلك عندي الصابون، هنايا مواد ديال التنظيف، عندي جوج صابونات ديال الطاوس، صابونات ديال الطاوس دايره 8 دراهم جوج، يعني وحده ب 4 دراهم، وصابونه ديال دوف ب 6 دراهم، صابونه ديال دوف ب 6 دراهم والطاوس بجوجهم ب 8 دراهم. كذلك عندي هنا واحد 5 دراهم ديال الكاكاو اولا الشكلاط غبره، عندي هنايا ماشي النوعيه اللي كيكون كحل، كيكون مر بزاف، هذا بني كي تحتاج من طبيعه الحال مزيان هاد الحويجات يكونوا في الدار كيف ما سبق لي اذكرت. كذلك عندي معجون الاسنان الحجم الكبير 10 دراهم، عندي هاد الماركه صراحه، المهم هما اللي مارك كل واحد فاش كيرتاح، حنا هادي اللي كناخد ب 10 دراهم الحجم الكبير كيدي ليا شهر. والفرماج المثلث عندي هنا جوج باكيات تاع 24 ب 28 درهم الباكيه وحده، حتى هو راه ماشي مزيان، انسان قد ما عود وليداتو على زيت الزيتون الحويجات البلديه كان افضل، فقط مره مره كيطلع لهم داكشي في الراس، كيبغي الانسان ينوع ليهم. وعندي هنايا التيد العادي اولا التيد ديال الماكينه العاديه اولا التيد ديال اليدين،
صراحة هاد ماجيكس غزال نص كيلو ب7 دراهم، عنده الرائحة غزالة بحال كشي فوطات ديال الكوزينة أو اللي عنده الماكينة العادية راه غزال. هذا كنصحو بيهم صراحة، كيخلي الحويجات فيهم ريحة زوينة. هذا سائل الأواني أوني ب12 درهم، يدي لي شهر ونص الا غسلت انا الماعن، الا عاونوني ولادي كيدي لي غير شهر فقط. هاد السائل ديال الماكينه اوتوماتيك فلوطا، صراحه اول مره خديتو، هذا ما خديتوش مع السلعه صراحه، خديتو قبل ما نتقدى السلعه، في تقريبا 5 يترو بشي 65 درهم تقريبا. كيخلي صراحه الريحه زوينه في الحوايج وكيخرجهم. هذا اول مره كناخدو، كنت كناخد من بيم واحد الماركه وما بقاوش كيجيبوها، اضطريت اني ناخد هذا. كذلك عندي هاد الشاي او لا اتاي، هذا فيه نص كيلو ب50 درهم. هذا اول مره كناخذو، شكروه لينا الناس، قالوا لنا ماركه زوينه، هذا تيطلع غالي شويه على 4011 اولا ديال 7، ولكن شكروه الناس نجربوه بحكم اننا حنا كنستهلكو اتاي وعشاق ديال اتاي، نقلبوا على الجوده من طبيعه الحال. اللي كيبغي القهوه بزاف من طبيعه الحال كيقلب على الكاليتي المزيانه. عندي هنايا الصفه اولا الشعريه الصفه، عندي هنا نص كيلو ب6 دراهم اونص اولا 130 ريال، 6 دراهم ونص نص كيلو. كذلك عندي هنايا خمارات ديال الحلوى، عندي 3 الباكيات، صراحه كنت كنجيب 2 باكيات ولكن ما كانش كتكفاني، يعني دائما كنت كنشري باكيه في الثالث الشهر كنزيدها، يعني فضلت ناخذ 3. وصراحه اللي كيمشي الاسواق الكبرى من الاحسن يجيب باكيه كبيره كطلع اقتصاديه احسن من هكا. بالنسبه للخمارات 4.5 دراهم 90 ريال الباكية وحدة، 4.5 دراهم الوحدة. عندي هنا 5 دراهم ديال الكمون، وربعة ديال سكنجبير ب250 أو 12.5 دراهم، وربعة ديال الخرقوم ب10 دراهم. هادو طحنهم ليا يعني العطار عنده في المحل ديالو. عندي هنا نص كيلو ديال الروز ماشي كلاصي العادي، صراحة هو كنفضلو في لي سلاط على الروز كلاصي، تيجي ما عرفتش المهم كيجيني بنين على الرز كلاصي. وهنا عندي كيلو ديال الرز المكركب اولا المستدير، هي في المكسوبه، كيلو ب12 درهم، وكذلك نص كيلو اللي وريتكم قبل، نص كيلو ب6 درهم نفس الثمن. هذا مكركب كيجي غزال مع الحليب اولا مع لاصوص، والاخر كنفضلو في لي سلاد اولا في الشلايد مع الشلاده المغربيه اللي موالفينها. كذلك عندي اللوبيا، عندي هنا نص كيلو ب7 دراهم كما سبق لي ذكرت. هذا نص كيلو كنفزكو كامل كنرطبو، كنقيها وكنرطبها وكنديرها في الكونجيلاتور، والماء ديالها كنغرس بها الحبيقات ديالي من طبيعه الحال. عندي هنا كذلك كيلو ديال العدس، بحكم انه حنا في فصل الشتاء كنحاول انني نطيب لهم شويه القطنيه. عندي كيلو كتدي لي صراحه شهر، وفي الايام العاديه من طبيعه الحال راه الانسان ما كيتناولش القطنيه بزاف. عندي كذلك نص كيلو، عفوا ما عرفتش واش ذكرت العدس، كيلو ديال العدس ب12 درهم، وهادو نص كيلو ديال لي بات ب5 دراهم. لي بات ما كنستهلكهمش بزاف صراحه انا في البرد، وباقي ليا سباكيتي وباقي ليا شي حاجه ديال لي بات ما كنستهلكوهمش بزاف. وهادي السميد، السميده المتوسطه اللي حتى هي طلع الثمن ديالها داير 10 دراهم الكيلو. انا عندي كيلو وكيلو تقديتو قبل ما نتقدى السلعه بشويه، وباقي ليا ما قصتوش كيلو ب10 دراهم. كاينه السميده البيضاء راها كطلع رخيصه ب5 دراهم تقريبا، صراحه سبق لي تقديتها، شريتها واحد الخطره وجربت بها الحرشه وخدرتها بزيت العود، جات لا علاقه مع السميده الصفراء صراحه، ربما كاين اللي كيفضلها ما عرفش. المهم هي دايره السميده البيضاء 5 دراهم فقط للكيلو. عندي هنا 2 كيلو ديال السكر حبيبات ب13 درهم، عفوا ماشي 13 درهم، 10 دراهم، سنيدة دير 10 دراهم. وكيلو ديال الزبيب اولا العنب المجفف ب38 درهم. انا صراحة كيلو كيدي ليا شهر بحكم انني كنطيب بيه، وحتى الوليدات كياخدوه. وعندي هنا 2 باكيات ديال السكر ديال اتاي، 2 باكيات ب13 درهم بجوجهم. صراحة انا باقي ليا 2 وتقريبا ونص، يعني على هادو غادي يكملوا ليا الشهر ان شاء الله. باكيه وحده كنسهلكها في السيمانه. انا كنفضل المرصويات كيف ما سبق لي ذكرت انني كنتحكم في السكر ديالي، كنقص الا بغيت نقص. اللي بغى يقتصد في السكر يعني اقتصاد ماديا ياخذ القالب، القالب كيطلع ارخص من المرصو.
وهادي واحد 5 دراهم ديال الثومه، راكم عارفين هي مات البرد وهذا المرض الله يشافي الجميع. كنستهلكوا شويه الثومه بالزيت. وعندي هنا الفينو اولا القمح، يعني القمح الرطب، هذا 3 كيلو. صراحة كنت باغا نجيب 5 كيلو وما لقيتش عنده البكية هكايا، وجبت 3 كيلو ثمن ديال 10 دراهم الكيلو، حتى الفينو راه طلع في الثمن ديالو. والبيض عندي تما بلاطو ديال البيض ب 27 درهم. طبيعة الحال بلاطو راه مالش يدي ليا الشهر، ربما يدي ليا سيمانة ولا 10 ايام كحد اقصى. وعندي هنا الفرس هاد الرطب، هاد الماركة صراحة اول مرة كنجيبها، 5 كيلو ب 24 درهم. نجربها ان شاء الله ونشوف. وعندي هنا ورق المرحاض اعزكم الله ب 18 درهم. والزرع كيف ما سبق ذكرت انا خديته من الطاحونه، هو والبلبوله ودقيقة الذره وسميد الذره، ما سولتوش، ولكن فقط دقيقة الزرع اللي شفته كان تيحسب في الكالكولاتريس وبان لي انه حسبوا لي ب 7 دراهم وغزان. طبيعة الحال الطاحونه دائما كناخذ من عندها صراحه، هذا الزرع ديال البلاد كيف ما كتشوفوا، غزال ونقي وتيكون جديد. دائما نصحكم تاخذوا الزرع من دقيق بحال هكا من الطاحونه تيكون جديد عندهم. وكذلك ناخذ 25 كيلو ديال الفرس الحرش ب 100 درهم، حسبها لي 100 درهم. صراحه انا الماركه اللي عطاني كناخذها الحمد لله كتصدق لي مزيانه، ما مكرتش البال صراحه لهاد الخطره عطاني هاد الماركه، ما عرفتش واش نفسها اللي كانت قبل او لا. المهم الحمد لله كناخذها وكتنجح معايا في العجين. ودمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه.